نصيحة للشباب المقبلين على الزواج. النصيحة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي حال الناس، ثم يوصي إلى الأفضل. قال: تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وراك حال المجتمعات، وده يا اخواننا عام في الدنيا كلها، انه اما تزوج لقروشه، او يتزوج المراه لانه النسب بتاعها عند الناس نسب عالي، عند حسب نسب، او لجماله، فده حال الناس. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وذات الدين أول حاجة وأهم حاجة، وما لا يكون الدين إلا به، العقيدة الصحيحة. زوج لك واحدة، ودي أخواننا دي التربية الصحيحة، لأنه لما تعلم الزوجة والولد والمجتمع على الخوف من الله ما بيظلم ولا بيأكل حق الناس، وبيخاف من ربنا سبحانه وتعالى يظلم، لأن أخواننا المشاكل الأسرية موجودة، وبين الزوجين بتحصل مشاكل، والبيوت والأبواب المغلقة على البيوت فيها مشاكل. لكن يا أخواننا لما يكون البيت المرجع فيه هو القرآن والسنة، المرأة تعلي صوتها على راجلها وما تسوي الأكل، ومثلا زعلان سكت منها خلاها، وعشان تعرف إنها غلطت في حق راجلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه. طوالب تجي راجع. وإذا دعا الرجل زوجته إلى الفراش فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهي بتخاف إن ربنا يلعنها والملائكة يلعنوها. وفي لفظ: إلا كان الذي في السماء عليها غضبان. دي فيها رد على ناس أبتلتلها، بيقول لك الله في كل مكان، ودي في المرزات وفي دليل على العلو، لكن انت ما بتفهم، عرفت؟ المهم، فدي اخواننا اذا كانت متربيه على الدين والخوف من الله طوالي بترجع. الراجل لو سمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وهو في فراش الموت ويقول: استوصوا بالنساء خيرا، وهو يشوف نفسه بيظلم المراه وهي اسيره وعوان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخاف من ربنا ومن نار ربنا سبحانه وتعالى، فيستسمح زوجته. وده ما فيه كسر للراجل، لأنه ده يرجع الحقوق لأهله ويستقيم الحياة. والبيت يا أخواننا بعد الزواج، طبعا الشباب كثير منهم لأنه فتنوا بالموبايلات والمصايب، تلقاه بعاين وصور جات ومصايب، وخدت له شكل معين في ذهنه انه لابد يلقى المرأة دي. طبعا الطائش والعمل له نحت له صوره في راسه من الاغاني، وغشاو داك زي بنات الحور، انت ما فاهم الحاصل ولا زولوي عرفته، وشاف له مسلسل تركيه ولا غيره، وداري يفتش له واحده تركيه في السودان. هذول انت المفتاح ما حافظه، انت مفتاح السودان انت ما حافظه، فهمت الحاصل؟ فده بتلقاه شغلته جايطه. لكن يا اخواننا الانسان اللي بيفهم البيت بعد الزواج وبعد ما تنتهي يعني المتعه الجسديه، بعد ذاك بتبقى الاخلاق. والمراه اذا ما عندها اخلاق لو بقت زي الكشافه دي والله ما تطيق القعاد معها. ولذلك وصيه النبي صلى الله عليه وسلم هي من اعظم الوصايا، والله تسعد بها في دنيتك دي، تعيش حياه سعيده، والمرأة تعيش حياة سعيدة، والمرأة تسمع وتتحافظ على بيتها، ما تسمع كلام المسلسلات أو كلام النسوان في الحلة. والله ديك جابوا لها دولاب، وديك جابوا لها ما أعرف سرير جديد، وديك جابوا لها خاتم، وتجي تدورها مع الراجل داحس ولا يسي مجنون الغبراء، تدورها معاه وشكله ومشت أهلها وخشوا الأجاويد، كلام فارغ. الدنيا دي الزول يا أخواننا ما يتشدد فيها كثير، خلاص. أما الدين
ما تفرط فوق. ولذلك وصيتنا للشباب المقبلين على الزواج سواء كانوا من الرجال أو النساء، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية الأولياء: إذا جاءكم من ترضون شنو يا أخواننا؟ دينه وخلقه. مع أنه الأخلاق من الدين، لكن ليه خصها بالذكر؟ لأنه مهمة في المحافظة على شنو؟ على بيت الزوجية. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عرفت الزول ده عنده دين وبخاف من ربنا سبحانه وتعالى، ما تعين لي قبيلة ولا لي شكل ولا لي لون ولا لي مال ولا لي كذا وكذا، عين للرجالة وأخلاقه الحميدة وديهم. لو فقرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كان حقا على الله عونهم، منهم شنو؟ الناكح يريد العفاف. وربنا قال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، ربنا بيفتح عليهم. فما يشددوا أولياء الأمور، لكن كمان ما يفرطوا. ادي مرته لأي واحد، قل لك والله جانا واحد الزول ده كويس يا أخي وعاجباه القروش، قل لك والله هو أخلاقه تمام وزول كريم وبيدي، وقد يكون كريم وما شاء الله بيجينا من الخطوبة يقول لك بيجينا يعني يدينه ملانات، ما عنده مشكلة، لكن بس بعض مرات كده بس بيسب الدين، لكن تاني ما عنده مشكلة. وطيب خليت فيها شنو أنت؟ ده كافر، ده ما مسلم ذاته، ده مفروض تشيله الموز تدخله في عيونه، أمره مرق جلدا، أنت ما عندك أي مرة هنا ولا كيف يا ناس؟ تلقى ما بصلي راقد رمة، يقول لك والله كويس لكن بس ما بصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. زول تلقاه عنده قوة وشباب، مش إنه ما يصلي، وده حال كثير من الشباب للأسف الشديد، لو إنه بأخر الصلاة وبيتخلف عن صلاة الجماعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيقيم الصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة معنا بيوتهم، ولولا النساء والصبيان قال لفعلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخواننا زول عنده قوة وعنده شباب وبيتنفس، لا عنده كورونا، وزول لا عنده غسيل كلى، وزول لا عنده مشكلة في البطن ولا مخ وأعصاب وكهرباء زايدة، ولا مشكلة في العيون، ولا مشكلة في السمع، ولا في الشم، ولا في التذوق، ولا في غير، ما بيجي صلاة الجماعة. راجع شوف ما يجي صلاة الجماعة، إما تكون عيان مريض، أو كمان تكون مرة، ما واحد من اثنين، أنت ما بتجي مالك. المرة عندها فترات معينة من الشهر ومن الولادة دي ما بتصلي ولا بتقضيها، أنت مالك يا أبشنب، مشكلتك شنو أنت؟